انضم إلينا من مدريد الدكتور صلاح قيراطة الخبير في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور صلاح. احتمالات عديدة وتساؤلات وتحليلات أيضا يعني ضمن أجواء هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى بكين. أين تضع هذا الحراك ومرد أسبابه المباشرة دعنا نقول لهذه الزيارة؟ بداية دعونا نتفق أو على الأقل هذه قناعتي أن أجواء الحرب الباردة تطرح نفسها بقوة وربما كانت قد عادت فعلا مع اندلاع الحرب الضروس التي تتم حاليا في شرق القارة الأوروبية والموقف الصيني والأمريكي الواضحان من ذلك. فالصين حليف استراتيجي لروسيا لوحدة الأهداف وحدة الأعداء إن صح التوصيف. كذلك أمريكا لها مطامع ولها مطامح لا يمكن أن تتنازل عنها بسهولة. ولعل تقرير وول ستريت جورنال الأخير الذي أماط اللثامة عن وجود قاعدة صينية في كوبا للتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية كان قد يعني بمثابة القشة التي خصمت ظهر الجمل بعد المنطاد الصيني الذي كان قد أسقط بفعل مقاتلات أمريكية في شهر آذار الماضي. الصين بصراحة تسعى لأن تقود العالم، وإن لم يكن لها هذا فعلى الأقل أنها تسعى لأن تكون في مكان متقدم لجهة الازدهار وما شابه، وأن تطرح نفسها قوة كبرى، في حين أن الأمريكان يقولون بالفيه الملآن أنه إما الآن أو فات الأوان، بمعنى أن إما المواجهة الآن مع الصين بكل الطرائق الممكنة أو سيكون الوقت مع الزمن ليس في مصلحة الأمريكان. وعليه أذكر بأن قائد القوات الأمريكية المركزية والمعنية في الشرق الأوسط كان قد أفاد مؤخرا في الكونغرس بإفادة بما معناه أو ما يوحي بأن هناك استعدادات عسكرية حقيقية وهناك فرضيات موضوعة على الطاولة، وأن قواته بما فيها البحرية تسيطر فعلا على ثلاثة مضائق في الشرق الأوسط، سيما أن مهمتها هذه القوات أن تعيق تدفق النفط إلى الصين. معلوم أن الصين تستورد 78% من احتياجاتها من النفط من العالم وبشكل خاص من الشرق الأوسط. إحدى أهم بنود قتال أو أمر قتال القوات الأمريكية التي لها الأسطول الخامس في البحرين، إن حدث مواجهات وأنا أعتقد أنها لن تحدث فعلا، أن تقوم بإغلاق المضائق أمام تدفق هذه المواد، ومن هو هنا يعيقون حركة التصنيع العسكري والتصنيع في سياقاته المدنية. طيب. إذن دكتور صلاح، إما الآن وأريد أن أتوقف عند هذا المصطلح الذي أطلقوه، إما الآن، هل اليوم أمريكا في كل ما تفعله من محاولات للوقوف وللصد بأن تعرقل أي حالة تقدمية بالنسبة للصين، هل اليوم تمتلك نوع من الأوراق يمكن أن تصل إلى تفاهمات مع الجانب الصيني؟ وهل اليوم قادرة الإدارة الأمريكية بأن تتحدث أنه إما الآن مع الصين؟ سيدتي الكريمة، مؤخرا إحدى عضوات الكونغرس الأمريكي تحدثت بكلام إلى حد ما قاسي على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس بايدن تحديدا، عندما قالت في هذا الشهر الماضي قامت طائرات صينية باعتراض مقاتلات أمريكية في بحر الصين الجنوبي وكذلك اعتراض سفينة عسكرية أمريكية. وتقول يبدو أن بايدن لن يستيقظ إلا عندما يرى الخطر الصيني على أبوابنا. كذلك بومبيو وزير الخارجية السابق كان قد تحدث عن حالة ترهل وضعف وفق سياسات الإدارة الأمريكية الحالية. هناك تيار واضح أمريكي أنهم لا يريدون بحال من الأحوال أن يفسحوا المجال أمام الصين، وبالتالي تتراجع الهيمنة الأمريكية أو السيطرة الأمريكية أو الصدارة الأمريكية. اختاروا التوصيف الأدق والأصح لمسامع المشاهدين. على أي حال الصراع قائم اقتصاديا سياسيا،
ليس عسكريا حتى هذه اللحظة، لكن الاحتمالات مفتوحة. وهنا نعود إلى أزمة الصواريخ عام 62 بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، التي انتهت بتوافق في حينها، سحب الأمريكان الرؤوس النووية من كوبا، بالمقابل أمريكا سحبت بعض من صواريخها من تركيا. يعني احتمالات التفاهم دائما واردة، سيما أن مدير المخابرات المركزي الأمريكي كان منذ فترة ليست بعيدة في الصين، وتحدث في جوانب تجارية أيضا، والآن هناك استعداد لسفر وزير الخارجية الأمريكي. لكن كلا الفريقين لا يأمن جانب الآخر، سيما أن أمريكا سعت وتسعى، وهذا ما هو موجود ملموس لا يستطيع أن ينفي إلا مكابر، على حصار الصين، سواء في كوريا، سواء في اليابان، سواء في الفلبين. هناك قواعد عسكرية منتشرة، أضف لذلك وأكد وأنا أتحدث عن قواعد عسكرية، هناك 30,000 عسكري موجودين في الشرق الأوسط، إحدى مهامهم وفق قائد القوات المركزية أو قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن حدث عمل عسكري أن يكون لديهم الاستعداد والإمكانية للمبادئة، وكذلك استقبال أعداد أمريكيين أخرى. فضل. دكتور صلاح، يعني يقال بأن العملية الروسية أفقدت أمريكا على مدار الأشهر الماضية، أفقدتها هيمنتها، كما أنها فضحت الناتو، هكذا يقال. اليوم تواجه أمريكا الصين تحديدا فيما يتعلق بتصنيع تكنولوجيا والرقائق الإلكترونية. نشاهد هنالك حالة من الصعود، محاولات حثيثة وتأسيس لجبهات متعددة، عالم متعدد الأقطاب بمناحي اقتصادية، جيوسياسية، سياسية. هل اليوم أمريكا في محاولة لفتح هذا المسار أو هذا اللقاء، هي في لحظة حرجة لنقل اقتصاديا مع الصين، وتريد كسب هذه اللحظة أو هذه المرحلة اقتصاديا؟ هلا أنا دائما أقول إنها أمريكا يا سادة خير من لعب سياسة، وأضيف إلى جهة العسكرة أنها تبدو أحيانا في حالة التراجع القوي، لكنها تفاجئنا بأنها تعد لهجوم. لذلك من الصعب أو من العقلاني أن لا نأمن لجهة أمريكا ولا نستمع إلى ما تقول، فما تقوله دائما يكون خلف الأبواب المغلقة. وعليه أمريكا حتى هذه اللحظة صاحبة مبادرة، وهذا شأنها وديدنها سابقا، إلا أن الأمانة التاريخية والموضوعية تجعلنا نقول أن هذه الهيمنة، هذه السيطرة كانت قد اهتزت فعلا مع نشوب الحرب في شرق القارة الأوروبية، سيما أن القوات الروسية استطاعت حتى هذه اللحظة أن تحرق العتاد الغربي وفي مقدمته الأمريكي، ولا تتأثر بمعنى التأثر الذي كان مفترضا. روسيا حتى هذه اللحظة تصد الهجمات المضادة، وربما انتقلت في بعض قطاعات المواجهات إلى الهجوم المضاد أيضا. شهدنا ليوبرتو، شهدنا من عتاد عسكري. وأضيف هنا معلومة هامة على صيغة السؤال، لماذا لم يدفع بالأبرامز الأمريكية إلى ساحات القتال ولا الدبابة البريطانية تشالنجر 2؟ يبدو أن البريطانيون وكذلك الأمريكيون لا يريدون لدباباتهم نفس المصير الذي واجهته ليوبرتو. في هذه السياقات نجد أن هناك يعني الحرب بمعناها الساخن موجودة، وربما فعلا نحن على اعتاب ثنائية قطبية أو تعددية قطبية. لأضيف أن هناك وحدة مصير روسية صينية، مع أنك أشرت أنها وحدة أعداء يعني، ولكن يبدو أن هنالك أساسات في هذه اللقاءات مع هذه القوى الدولية المتعددة الأقطاب التي تؤسس لوجه جديد مختلفة عن الصراعات التي تحدث مع الجانب الغربي وأمريكا. عزيزتي، إن بقيت روسيا على ما هي عليه، وهذا ما أعتقده وأؤكده، واستطاعت أن تحقق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة كما يحلو لموسكو أن تسميها، فوضع الصين بالنسبة لتايوان سيكون عال العال. وإن حدث العكس ولن يحدث، فعلى الصين أن تنسى تماما موضوع تايوان. هنا أذكر بمعلومة هامة كان قد نطق بها أحد القادة الأمريكان منذ فترة ليست بالبعيدة،
وتوضح الهوية التي كنت قد مررت عليها سريعا منذ لحظات، أو آليات التفكير أو التخطيط عندما قالوا إنهم إن حدث وبادرت الصين بالدخول إلى تايوان فأن على الأمريكان تدمير المصانع المعنية بتصنيع الرقائق أو أشبه الموصلات. هذا يذكرك تاريخيا عندما قامت بريطانيا بتدمير الأسطول الفرنسي حتى لا يعتليه الألمان ويتجهون باتجاه المملكة المتحدة. بمعنى نعم أشكرك ولكن انتهى وقتنا. دكتور صلاح قيراط الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا مباشرة من مدريد، شكرا على هذه المشاركة معنا.